حقه بحرية فيما يخص اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة، ولكن إذا ما تم سلب هذا الحق الأصيل من الشعب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تم التلاعب به بشكل يفقده مضمونه الحقيقي، فحينها تضيع البوصلة ولا يصح مطلقا التحدث عن الديمقراطية، بل في الحقيقة يصبح الأمر أخطر بكثير من أي نوع من أنظمة الحكم الشمولية، حيث أنه وبعنوان الديمقراطية المزيفة تنتهك كل الحرمات ويتم إضفاء الشرعية على المحظورات بشتى أنواعها، وهذا بالطبع أشد وطأة على الوطن ومستقبله. راح أتحدث عن الديمقراطية ومن ثم يعني راح أتطرق الأهوال للشأن البلدي المتعقب للحقب التاريخية المختلفة في مختلف بقاع المعمورة ولأنظمة الحكم فيها، سيجد وبدون أدنى شك أن النظم الديمقراطية تشكل خلاصة ما توصلت إليه الإنسانية، حيث الرغبة والحاجة إلى التخلص من السلطة الفوقية المطلقة excessive hierarchy لصالح القاعدة الشعبية horizontal form الذي يكون للشعب فيه دور حقيقي وفعال في حكمه لنفسه بنفسه ولصالح نفسه من خلال تفعيل أدوات الديمقراطية، والتي من مبادئها التداول السلمي للسلطة بواسطة الانتخابات الحرة والنزيهة، والتي تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، صوت لكل مواطن. أنا أشدد كلام صوت لكل مواطن، ومن خلال فصل السلطات والتعددية وتفعيل سلطة القانون إلى آخره. فالنظم الديمقراطية لها فوائد كثيرة ومتعددة للوطن بأسره، منها على سبيل المثال للحصر أن الفائزين في الانتخابات مقيدون بفترة زمنية محددة، لنقول 4 سنوات كما هو متبع في البحرين، ولذا يتوجب عليهم العمل بأقصى طاقاتهم لتحويل برامجهم ووعودهم إلى واقع ملموس يراه ويرضاه الناخبون الذين أوصلوهم لهذه المواقع. وفي حال الإخفاق فإن الناخبين لهم اليد الطولة في تغييرهم بعد انتهاء المدة، فضلا عن السخط الشعبي في حال الإخفاق الذي قد يتعرضون له والذي يمكن أن يطول أمده إلى سنين عديدة، إذا طبعا في شعراء ولا ناس عن ممثليهم لم يمثلوهم بالقدر الكافي، ليسوا أكفاء، فإن هناك الغضب الشعبي أو السخط يستمر معهم، وربما تلصق بهم يعني أمور تسير لسنوات عديدة. كذلك من فوائد النظم الديمقراطية أنها تعطي أفراد المجتمع الحق في اختيار من يمثلهم، وهذا الحق الأصيل الممنوح لكل مواطن على حد سواء له أبعاد كبيرة على المستوى الشخصي للأفراد من نفسية واجتماعية إلى آخره، وعلى المجتمع بأسره، فكل فرد في المجتمع يشعر بإنسانيته وبأن صوته له قيمة، وأنه قد أسهم في تشكيل سياسات بلده المختلفة وفي مستوى الخدمات التي تقدم له من خلال اختيار من يمثله في النظام الديمقراطي. كذلك من فوائد الديمقراطية الحقيقية خلق حراك فعال ومثمر بين الأحزاب السياسية المختلفة للتنافس من أجل تقديم أفضل ما عندهم من برامج ترتقي بالوطن وترضي ناخبيهم. وبالرجوع إلى مصطلح الإرادة الشعبية أو التمثيل أو التوكيل الشعبي في عالم الديمقراطية، فإنه من المتعارف عليه بأن النسب المئوية الكبيرة في التصويت تحمل في طياتها دلالات ومعاني كبيرة، فكلما كانت النسب المئوية كبيرة في التصويت فكلما كانت النسب كبيرة فهي دلالة على التوكيل الشعبي الكبير، ما يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأن الآمال التي عقدها الشعب كبيرة على الأشخاص الذين تم انتخابهم بهذه النسب. وطبعا احنا نعرف اللي هو اذا تكلمنا عن البلدي الوفاق او اعضاء البلدي الوفاق فقد حازوا على نسب كبيره في الانتخابات، في كل الانتخابات التي حازوها، وكذلك بالنسبه للنيابيين. المجالس البلديه من المسلم به ان المجالس البلديه تطلع بمهام كبرى واساسيه تمس حياه المواطنين اليوميه، من متابعه
لتنفيذ المشروعات الخاصة بالبنية التحتية المختلفة، فضلاً عن المهام الرقابية والتشريعية المتعلقة بالجوانب الخدمية والبلدية. ومن هنا تبرز أهمية أن يكون لكل دائرة ممثل بلدي ذو اطلاع واسع على احتياجات دائرته ومتابعتها، أما بشكل مباشر أو غير مباشر مع المعنيين في مختلف الوزارات الدولة ومؤسساتها ذات العلاقة. وعليه فإن العضو البلدي فإن للعضو البلدي دورا كبيرا في تحسين ورقي دائرته التي تشكل جزءا مهما من الوطن. وإذا ما تضافرت الجهود بين الأعضاء البلديين والجهات المعنية فسوف تكلل جهودهم في إنجاز المشاريع لصالح المواطنين، وهذا بلا شك يكون له انعكاساته الطيبة على مستوى رضا المواطنين على الخدمات المختلفة المقدمة لهم. وطبعا هذا الرضا ينسحب رضا كذلك على الدولة وعلى ما تقدمه لهم. وقد حددت المادة 19 من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 اختصاصات المجالس البلدية. سوف أسرد يعني بصورة سريعة أخذ بعض النقاط التي يعني ذكرتها هذه المادة. اقتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة. اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. العمل على حماية البيئة من التلوث. على يعني ذكر التلوث اليوم في الجريدة فاجئنا، اللي هو طبعا لن نفاجئ بالنسبة للمعامير، فالمعامير معروفة أن فيها التلوث عالي، ولكن كذلك الحق بها اللي هو مدينة حمد. يعني هذا أمر يعني من صلب اللي هو الموضوع البلدي وهو ملفت فعلا في بلد صغيرة جدا صغيرة، يعني على مستوى العالم مدينتين، يعني وهذا شيء يعني نأسف له. العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية، مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك. تقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث. اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمنتزهات والصرف الصحي. وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية. تقرير إنشاء الأسواق والمسالق ومدافع النفايات إلى آخره. وضع النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها. أنا أقرأ صورة سريعة، لا ليس أقرأ فقط رؤوس يعني العناوين. وضع الأنظمة العامة بالمحال العامة. تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البادية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة. وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة. اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين. النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارة وغيرها من الجهات المعنية. تعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات إلى آخره. في هناك اللي هو طبعا هذه الصلاحيات طبعا هي منقوصة جدا، وكان يؤمل طبعا أن تعزز وتكون هناك اللي هو تتوسع الصلاحيات، وإن شاء الله راح اللي هو أتطرق لهذا الأمر. وهذا وبالرغم من العراقيل المختلفة التي واجهها الأعضاء البلديون منذ بداية عمل المجالس البلدية عام 2002. عندنا سيد كان من الروار طبعا وبقية الأخوان، أبو هادي طبعا منهم، إلا أنهم تمكنوا من تحقيق الكثير من الأمور المختلفة خدمة لأهالي دوائرهم. هذا وقد وثق البلديون ذلك في كتيبات خاصة تحمل ما سعوا إليه وما تمكنوا من إنجازه طيلة فترة عضويتهم. ولكن بالطبع هناك الكثير من المؤاخذات على مستوى العمل البلدي ولم ترقى إلى الطموح المنشود. وكان من المؤمل وهو أمر طبيعي أن تعزز التجربة البلدية ويبنى عليها وأخذها إلى مستويات تحقق آمال المواطنين، وذلك لصالح الوطن والمواطنين. ولكن الذي حدث منذ مطالبة الشعبية العارمة في 14 فبراير 2011 كان حقا انتكاسة حقيقية في مجال العمل البلدي
ومن أبرز الإجراءات السلبية التي حدثت فصل 5 أعضاء بلديين منتخبين، 4 من مجلس بلدي الوسطى وبينهم نائب رئيس المجلس الأستاذ عادل الستري وعضو الدائرة الثالثة من مجلس بلدي المحرق، وصلوا إلى مقاعدهم البلدية عن طريق صناديق الاقتراع بعد سابق يعد سابقة تاريخية، وخصوصا إذا ما علمنا حجم التمثيل الشعبي الذي حاز عليها هؤلاء المنتخبون من حجم الكتلة الانتخابية الإجمالية. لقد كانت الأقالة، وكما كشفه أحد أعضاء مجلس بلدي المحرق في أحدى جلساته الرسمية التي حضرتها الصحافة، بأنه قد تم تنفيذا لطلب الحكومة، ومن الواضح بأن الاستهداف طال مكون معين من الشعب بناء على انتمائه المذهبي، وهو يبين مدى الاستخفاف بالإدارة الشعبية التي أوصلت ممثليها عن طريق الانتخابات. وقد طالت الدوائر التي تم إقالة ممثليها التهميش مستغلين الفراغ الذي خلفته إقالتهم، وفيما يلي بعض النماذج الموضحة طبعا للتهميش. تم تعطيل معظم المشاريع المقرة في دوائر المقالين وتحويل ميزانيتها للدوائر الأخرى. تم تعطيل مشاريع إسكانية في تلك الدوائر، وعلى سبيل المثال مدينة سترة الإسكانية، إسكان ناصفة، تحويل مشروع الدائرة الثانية بالوسطى من وحدات إسكانية إلى عمارات سكنية تمليك، تحويل هورة عالي من طلب إسكاني إلى جامعة خاصة مع استغلال الجزء الآخر من الأراضي إلى تعويضات لمواطنين من خارج المنطقة. وهل مجرى كذلك اللي هو الدائرة السادسة في المحرق التي كنت أمثلها الإسكان. طبعا احنا أتذكر في نهاية 2010 كنا في زيارة إلى وزير الإسكان، وكان الله إن شاء الله يفرج إن شاء الله على الجميع ويرجحهم. كان معنا أتذكر في زيارة الأستاذ جواد فيروز والأستاذ علي الأسود، والنائب السابق كان بعد اللهوة في ذلك الفترة كانوا النواب طبعا، والأستاذ علي العشيري، وكان وعد اللهوة وزير الإسكان بالنسبة لإسكان سماه جودير كان على أساس للمنطقة فقط، وكذلك الأراضي كان حتى 2010، واختلف الموضوع بعد ذلك، وطبعا أعطي لأشخاص اللي هو آخرين ليس فقط من المنطقة ولكن ناس من غير المنطقة، والأراضي حسب علمي اللي هو لم تصل إلى 2010 بل لم توزع الأراضي. استبدال مجلس بلدي العاصمة بأما هذا كذلك مثال آخر يعني بالنسبة إلى الانحدار الذي خلف الذي حدث. استبدال مجلس بلدي العاصمة بأمانة معينة. للأسف نحن في وطننا الغالي نعيش المفارقات الكبيرة الواحدة تلو الأخرى، حيث أنه بدل التقدم على سلم الديمقراطية وإفساح المجال لمزيد من المشاركة الشعبية يتم إلغاء إرادة هذا الشعب الذي ضحى بكل غال ونفيس من أجل الحصول على حقوقه الأصيلة التي يأتي في أعلى سلم مطالبها التمثيل العادل في المجالس البلدية والتشريعية الكاملة الصلاحية، والبعد عن البيروقراطية في العمل وتطبيق حقيقي لمبدأ الشفافية وزيارة مساحة التمثيل الشعبي الذي له أبعاده المختلفة الاجتماعية والنفسية وله أبعاد اجتماعية ونفسية بالغة الأثر على المواطنين. فبالنسبة للبعد الاجتماعي، من المؤكد أن المواطنين الذين أوصلوا الأعضاء البلديين إلى مقاعد المجالس البلدية أو النيابية والذين هم أتوا من أوساطهم الاجتماعية ومن رحم المعاناة، فإن المواطنين أنفسهم يتابعون أدائهم ويتفاعلون معهم بشكل مباشر من أجل إسهام في تحسين الخدمات البلدية. طبعا إذا تكلمنا عن الخدمات البلدية طبعا هاي ينطبق طبعا التشريعات الآخرة بالنسبة إلى النواب، هذا فضلا عن العوامل النفسية البالغة الأهمية والتي تلخص في شعور كل فرد في المجتمع أن له الحق في اختيار من يمثله في المجالس البلدية والنيابية، وليس أن يفرض عليهم أشخاص من خلال التعيين، حيث التعيين سلب المواطنين حقا أصيلا وهو الحرية في اختيار من يثقون بهم ويعتقدون بأنهم قادرون على تمثيلهم ويعبرون عن تطلعاتهم. فالمواطنون ليسوا أحجار صماء بل لهم عقول وخيارات يجب أخذها في الحسبان في عالم الديمقراطية الحقيقية.
فمن الطبيعي أن يرفض المواطنون الوصاية والتعامل الفوقي المهين وعدم إفساح المجال لهم للأخذ بآرائهم وتطلعاتهم المشروعة. إن سلب جزء كبير من المواطنين حقهم في اختيار ممثليهم هو غياب صارخ للعدالة الاجتماعية وتمييز بين أفراد المجتمع على أسس أقل ما يقال عنها بأنها غير وطنية ولا أخلاقية، وذلك بناء على مناطق سكنهم والانتماء الطائفي والتوجه السياسي. وهذا طبعا ما حدث إلى طبعا أمانة العاصمة. فكل محب لوطننا الغالي لابد أن يشعر بالأسى وهو يرى الانحدار والتراجع في جميع مناحي حياتنا واستمرار مسلسل التهميش الشعبي والاستهداف الطائفي الممنهج لأكبر مكون في الوطن حتى بلغ أوجه. فنحن نعيش تناقضا واضحا وفاضحا بين الممارسات الفعلية على أرض الواقع وبين ما يكتب ويروج له في الإعلام. إنه من يسعى إلى ضرب فئة أو طائفة من المجتمع لأغراض فئوية أو على أسس طائفية وعرقية لهو من يضع عصاة في دواليب عجلة التطور والإصلاح المنشود ويمزق الوطن، وهو من يسيء إلى سمعته، أي إلى سمعة الوطن، لأنه لا يريد أن يحترم آدمية أبناء وطنه، وبذلك يجعل بلده من أسوأ بلدان العالم تخلفا ودكتاتورية. طبعا هذا مثل الصديق الجاهل الذي بدل أن ينفعك يضرك بجهله. في النهاية هو ما المطلوب باختصار شديد؟ المطلوب هو تصحيح المسار والتصالح مع الشعب من خلال إعطائهم حقوقهم الكاملة، وحيث أن الحديث عن الإرادة الشعبية في صنع القرار البلدي نشدد هنا أن المطلوب وبشكل ملح هو العمل على زيادة صلاحيات المجالس البلدية لجميع محافظات المملكة، وأن تسود العدالة الاجتماعية من خلال الصوت الواحد لكل مواطن. يعني هذا شيء ترى أساسي حسب الله، وحتى لو كان كل انتخابات ولم يكن يعني صوت لكل مواطن، ممكن اللي هو منطقة مثل سترة خلنا نقول تساوي منطقة مثل خلنا نقول سماهيج، يعني كل اللي هو موجود في سترة يساوون اللي هو نفس، يعني كمثال يعني اللي هو خلنا نقول 4000 وهناك اللي هو خلنا 15000، ممكن صوت اللي هو 4000 يوازون اللي هو 15000، وهذا طبعا إجحاف في المواطنين. يجب أن يكون اللي هو صوت لكل مواطن، وهذا التمثيل الحقيقي. وأن تسود العدالة الاجتماعية من خلال الصوت الواحد لكل مواطن، فهذا من شأنه أن يرفع من مكانة الوطن والمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله. الشكر الجزيل للدكتور محمد عباس العضو البلدي المقال عن الدائرة السادسة لمحافظة المحرق. كان من ضمن برنامج جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في انتخابات 2006 إلى 2010 مقترح من أجل الارتقاء بالخدمات البلدية، ويضم في المقترح أن الوزارات الخدمية تكون تحت تصرف المجالس البلدية، وهناك طموح بأن يرتقي العمل أو التجربة البلدية التي تعبر عن إرادة شعبية، ولكن نجد التراجع في كل ذلك. نترك المجال للأستاذ محمد عبد الله العضو المقال من ليس مقال عفوا نعم رئيس العاصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أريد أستذكر شخصية كان لها صدى في تمثيل الإرادة الشعبية حقا، وكان لها نضالها على مدى 3 دورات، هو حاضر معنا قلبا وغائب عنا جسدا،
وننتظر إن شاء الله قريبا عودته لممارسة حقوقه المشروعة، ألا وهو الأستاذ مجيد ميلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب ولجميع أخوتنا الأعزاء كذلك. في ورقتي سأركز على ثلاثة جوانب ذات صلة وثيقة بالإرادة الشعبية ودورها في صنع القرار البلدي. النقطة الأولى ستركز على إلغاء مجلس بلدي العاصمة، والنقطة الثانية سأتحدث عن أساسيات سلامة العمل الخدمي والبلدي، والنقطة الثالثة سأخذ بعض المؤشرات والنماذج للإرادة الشعبية ودورها في صنع القرار على مستوى العاصمة وعلى مستوى الدائرة اللي كنت أمثلها سابقا. فنبدأ بالنقطة الأولى، إلغاء مجلس بلدي العاصمة. هذا الإلغاء له أسباب علنية ظاهرية وله أسباب جوهرية غير معلنة. الأسباب الظاهرة اللي أثيرت وتم التطرق إليها وأن مجلس بلدي العاصمة يتدخل في السياسة أولا، وثانيا كان يعطل مصالح المواطنين والمقيمين ويقف حجر عثرة عن إنشاء المشاريع في العاصمة. هذا هو الشيء الظاهري أنا عبرت عنه بالوهمي أو المبرر الشكلي اللي على أساس أن تحركوا فيه للإلغاء. أما المبررات الحقيقية فهي تتمثل في سببين. السبب الرئيسي أن مجلس بلدي العاصمة يمثل في غالبيته المعارضة، وفي محافظة تمثل عاصمة البلد، هذه لها ما لها ولها وزنها واعتباريتها، خاصة إذا احنا نروح في البعد التاريخي. في الأغلب من يقود العاصمة إما من العائلة الحاكمة وربما أحيانا مركزية تكون أو غيرها، لكن ما يصير في سيادة إلى جهة تعارض كمعارضة في هذا الاتجاه. السبب الآخر الحقيقي في عملية الإلغاء هو أن المعارضة بوجودها في مجلس بلد العاصمة كانت تقف حجر عثرة أمام الفساد الخدمي فيما يتعلق بتصنيف الأراضي وإنشاء عدد من المشاريع، ربما هي في الظاهر إنها لصالح البلد ولكنها ربما لربما مصلحة معينة إلى فرد أو أفراد معينين. الغريب في الأمر أنه لما راحوا وألغوا المجلس، أنت طبعا الآن تحفظك على الأعضاء لو تحفظك على النظام مال المجلس، هو الأولاء على فرضية أنهم بيشكلون على الأعضاء، الأولاء أن يروح في عملية الحل وهي أسلس قانونيا. يعني المبررات القائمة ممكن أن يجدونها، لأن موضوع الإلغاء لما راحوا إليه، طيب هذا يستلزم أن أنت تلغي أيضا حتى المجالس الثانية، فليش أنت ألغيت هني وأبقيت هناك
وهذا يشكل أيضا حتى في موضوع المساواة. الآن العاصمة إليهم الحق أن يرشحون ممثلهم النيابي، لكن ما عندهم مرشح بلدي، بينما في المحافظات الأخرى إليهم مرشحهم النيابي وإليهم مرشحهم البلدي. يعني هذه مفارقات واضحة في الواقع، خلاصتها أن عملية الإلغاء هي عملية سياسية بحتة، ليس لها علاقة بدور المجلس، بالعكس كان المجلس منسجم تماما ويعمل بحسب اختصاصاته، بدليل أنه أكمل دورته بصورة طبيعية. يعني هو انتهى على نهاية 2014، هذه نهاية دورته بالرغم من الإشكالات اللي عليه. فأنت إذا عندك الإشكالات عليه كان المفروض أنك أنت من زمان تلغي وسمونه وتشكل غيره أو بتعين إلى آخره. فهاي المسألة، وقوضت في عملية الإلغاء هذا جانب مهم في العمل البلدي، وهو التمثيل الشعبي في المجلس. وكان للمجلس البلدي متابعاته الإعلامية آنذاك، وكذلك مجلس النواب اللي رفعوا إلى أن يبدي وجهة نظره في عملية الإلغاء، وعرض وجهة نظر المعارضة بشكل واضح، ولكن لا حياة لمن تنادي. نروح إلى النقطة الثانية، أي عمل خدمي بلدي لابد أن تتوفر فيه أساسيات. أنا عندي في بعض الأشياء إحنا نعتبرها عرضية وبعض الأمور جوهرية، يعني لابد أن تتواجد في العمل البلدي والخدمي وإلا يعتبر منقوص. من هذه الأساسيات الجوهرية، أولا موضوع التمثيل الشعبي. إحنا دائما نقول البلديات هي أول خطوات التسلسل في التطور الديمقراطي، باعتبار أن المواطن يختار ممثلة في حدود المساحة اللي هو معني بها، في حدود الدائرة الانتخابية. ومثل تعبيرنا احنا دائما كل واحد ادرى بالبيئة اللي هو فيها، بالذات العمل البلدي يتطلب عملية قرب من الواقع، وبالتالي الناس اقدر على تشخيصه، وعلى اساس ان تنظيما ما بالامكان كل الناس يتحركون في هذا الاتجاه، فلا بد ان يخلون لها ممثل هو متحدث عنهم وهو يلم بكل احتياجاتهم ومتطلباتهم. فأي عمل بلدي أو خدمي خلا من هذا الجانب فهو منقوص. الجانب الآخر الصلاحيات، هو أساساً القانون البلديات من بداية من صار العمل من 2002 هو كان صلاحيات محدودة، والجماعة تكلموا بما فيه الكفاية في هذا الموضوع، وكان في مطالبات، وخاصة لما احنا دخلنا في النواب دخلوا في 2007 و6 مع البلديين، راحوا في اتجاه تعديل قانون البلديات باتجاه التطوير، ولكن بعد ذلك وجدنا شيئا آخر، ما تم عملية التوافق بين النواب وما تم أي تعديلات في اتجاه تطوير صلاحيات الجسم البلدي، ومن هنا بدأ يتراجع شيئا فشيئا، إلى أن شهدنا في 2011 مع بدايات الأزمة السياسية انتكس أيضا العمل البلدي بشكل أوضح، وسلبت فيه الصلاحيات، إلى أن وصلنا الآن إلى هي أشبه ما تكون المجالس وكذلك أمانة العاصمة بمجالس صورية في الواقع.
فحتى يعاد الدكتور تفضل وقال حتى يعاد للجسم البلدي دوره وحيويته لابد أن تطور صلاحياته. حسب المؤشرات اللي عندنا حاليا ان الاتجاه سائد ان يقصصون من الصلاحيات بعد، يبقون الموجود كما هو ما يغيرونه بس يشيلون ويعطون شوي احنا بالونات، يعني يخلون الاعضاء نوع من النفخة فيه اكثر يعني، فهو خاوي من الصلاحيات ولكن يعتبرونه نائب بلدي. و هذا الاتجاه اللي راح يعني نسمع عنه حاليا. الأساسية الثالثة هي موضوع الاستقلالية الإدارية والمالية، وهذه أيضا سلبت، وعرفتون الآن في اتجاه كل البلديات راح تكون تحت مظلة الوزارة، والهيكل الآن تقريبا هيكل احنا نقول الوزارة مخلين تحته البلديات الأربع بما فيها المجالس البلدية وأمانة العاصمة كذلك. نقطة إلا بعد عندنا هي ما يتعلق بالموازنات، يعني أنت الآن عندك مشاريع واجد وما عندك ميزانية ما تقدر تسوي شيء، والغرابة أنه يفترض في الاستقلالية الإدارية والمالية أن البلديات حتى الخمس الإيرادات مالها ترى ممكن توفر لها ميزانية معقول لو فقط وخلوها إلى البلديات وقسموها بشكل صحيح. وإحنا في العاصمة ما يقارب 30 مليون تقريبا إيراداتنا بالجزء المختلف فيه، لأن إحنا في شغلات مختلفين فيها من فترة طويلة مع الوزارة فيما يتعلق بالإيرادات كانت تخليها في الصندوق المشترك، بس كان هذه لو وزعت وخطط إليها بشكل سليم كان بإمكانها أن تعين على تنفيذ عدد كبير من المشاريع الخدمية، ولكن حتى هذا الحد الأدنى غير منفذ. الواقع الآن الواقع الحالي اللي موجود حاليا ليس فيه من هذه الأساسيات إلا الاسم فقط، فحقيقة هي مجالس صورية بما فيه أمانة العاصمة اللي فيها من المتناقضات، مع أنه راحوا إن في التعيين بإرادة ملكية ويتصور أن يكون عندها من الصلاحيات بما يناسب بحسب الأعراف الموجودة. يعني الآن أمانة عمان الكبرى في تعيين وفي انتخاب وما سحبوا كامل الإرادة الشعبية للمنتخبين على الأقل، وتتبع الديوان الملكي مباشرة وليها صلاحيات أكثر ليها موازنات أكثر، بينما هني التعيين يجي من جهة عليا من الديوان الملكي إلى الأعضاء ولكن الصلاحيات هي نفسها على محدوديتها مثلها مثل المجالس البلدية. فهذا جزء من المفارقة، يعني شلون تفسرها الواحد ما يدري. أخير النقطة الأخيرة، ممكن عندكم فكرة الآن إحنا العاصمة بعد إلغاء الوسطى الجزء الأكبر من الوسطى ميلوا إلى وين؟ إلى العاصمة. يعني الآن سترة هناك من الأخير عندك، وإذا تستغربون أن حتى نورانا في آخر وسمونه أبو علي يعرق دخلوها وهي العاصمة في الدائرة. طبعا إحنا كان دائرتنا الرابعة الآن صارت الثالثة، حدودها نورانا وجي دخلوا فيها، أخذوا شوي من الدائرة الأولى الشمالية الدي على أساس يخففون من الكثافة السكانية اللي صاير، لأن كانت الدائرة الأولى تعرفون إخوان أن فيها يعني شفاقع بأن عدد سكانها وممثلها واحد يمكن يوازي والجنوبية بكبرها، يمكن شوي حاولوا يخضونها المرة بعد ما ضبطت واجد بشكل كبير. احنا في دائرتنا
من 2002 حاولنا نوجد نوع من الكيانات الشعبية داخل مناطقنا. السنابس كربابات كانت في البداية عندنا، فكنا نسوي نوع من المجالس غير رسمية، بس الممثل البلدي كان هو عادة يكون مسؤول عنها ويتواصل معاها، يأخذ منهم الكثير من الأفكار، وأحيانا يتلقى أفكار من عندهم، المشاريع اللي يبغونها وش يرتبونها. يعني هذه كانت بدايات في خلق صلة مباشرة، لأن إحنا كان عندنا في البداية إن الناس يمكن بس دورهم بيكون نروح اختار أنت ممثلك البلدي وخلاص انتهى، بمجرد أن يفوز اذهب أنت وربك فقاتلها. إحنا حاولنا المفروض يعني نبني رؤية إن دور المواطن بالذات يبدأ قبل انتخاب، قبل انتخاب ممثله وأثناء وبعد، يعني قبل على الأقل أن يحسن الاختيار. ممكن الآن مناطقنا شوي ارتاح، أو لما على الأقل خاصة نحن المعارضة، لأن الجمعية بالذات جمعية الوفاق تساعدهم وتريحهم في اختيار ممثلهم البلدي بالتشاور طبعا معاهم، وإن كان أخفقوا في عدد من المشاورات في الاختيارات نتيجة التعقيدات الموجودة في المناطق. ولكن الحد الأدنى يفترض أن يكون في وعي وفي تشاور بين الجمعية وبين مناطقنا ويا المؤسسات الأهلية مالها، بين الناس، بين الشخصيات فيها، في عملية الاختيار المناسب للشخصيات. ثم بعد ذلك لما يجي يوصل الشخص اللي هم اختاروه يجون يضعون يا خطة في 4 سنوات مدة يسمونه بقاءه، الخطوة في السنة الأولى ما هي المطلوب، الثانية وهكذا. في نهاية المطاف بعد 4 سنوات عليهم يجون يسوون الحساب، يجون الكشف، إذا صار الإيجابيات هي زايدة ويمكن يعزز إعادة، شافوا السلبيات ناقصة والإيجابيات يسمونه يبحثون عن شخص آخر. هذه هني تتجلى قيمة الإرادة الشعبية، وهي اللي فعلا تصنع، إذا كانت حقيقية تصنع قرار بلدي سليم. يعني الآن إحنا إلى حد ممكن صحيح الآن ما في تمثيل لهم، ولكن تظل المؤسسات الأهلية البسيطة تسوي لها كيانات بسيطة غير رسمية تتابع قضاياها الخدمية. أكتفي بهذا المقدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر الجزيل للأستاذ محمد عبد الله منصور، ممثل مجلس البلدي في محافظة العاصمة. وسنفتح بعد قليل المجال للمداخلات لكم أيها الأحبة، ولكن قبل البدء بالمداخلات كان في تصريح الأمس أعتقد لرئيس مجلس أمانة العاصمة بأنه تم تخفيف أو تصحيح مفهوم العمل البلدي والقضاء على المحسوبية والفساد الإداري، مثل ما تفضل الأستاذ محمد بأن هناك فساد. بعد الدكتور بعد ما قصر، فسؤال المداخل الدكتور كيفية القضاء على الفساد الإداري وتوضيح مفهوم المجالس البلدية. كيفية القضاء على الفساد الإداري والشق الثاني؟ الشق الثاني ومفهوم المجالس البلدية عند الناس. كيفية القضاء على الفساد الإداري؟ طبعا هو حسن الاختيار، هذا رقم واحد. وضع الضوابط المختلفة القانونية المختلفة هو طبعا وتنفيذها، ليس وضعها فقط. طبعا في اللي هو أكيد موضوعه، ولكن العبرة في التنفيذ. هيئة الرقابة المالية والإدارية اللي هو تقاريرها كانت اللي هو كثيرة وأوضحت الفساد، هناك فساد ولكن أين المفسدين؟ احنا نتساءل، يعني المفروض يكون موجود اللي هو يعني فساد وراءه مفسدون، والمفروض المفسدون طبعا اللي هو يتعقبون ويحاسبون، حتى اللي هو هالأموال خاصة بالنسبة بعد اللي هو الوضع الاقتصادي للمملكة،
اللي هو في تدهور طبعا المنطقة كامل، ويجب أن يحد اللي هو بشكل كبير من الفساد، لأنها يستهلك اللي هو الميزانية وتضيع اللي هو في جيوب اللي هو أكيد في جيوب اللي هو أشخاص، يعني إذا في فساد يعني. لذلك اللي هو نطالب اللي هو بالتفعيل. وطبعا هني اللي هو الإرادة الشعبية، لو كان في طبعا في بالنسبة للمجالس النيابية فعلا اللي هو التمثيل الحقيقي، احنا نعرف حتى اللي هو في ما دخلت المعارضة وكانوا ناس غير محسوبة على المعارضة في الطرف الآخر، خلنا نقول أسماء فرضنا مثل الأستاذ اللي هو إبراهيم بصندل، يعني صرح بكل صراحة قال حقيقة عندما كانت موجود اللي هو الوفاق اللي هو في المجلس البرلماني كان في حراك وكان في طبعا مطالبات حقيقية وطبعا كادر لصالح الوطن، ولكن إلا أنا عندي في تعبير معين ممكن كتبته في أحد المقالات قلت اللي هو باللغة الإنجليزية حضرني يعني سريعا اللي هو an expensive اللي هو هو اللي يعني كالمجلس اللي هو النيابي an expensive talking shop، إذا كان للتحدث باهظ الثمن. أنا ما أتكلم فقط إني باهظ الثمن على اللي هو الشيء المادي فقط يعني الفلوس، باهظ الثمن حتى في التشريعات المقيدة للحريات المكبلة، هذا كله باهظ الثمن، وهذا معناته بعد يرجع على الفساد. عندما أنت ترفع صوتك اللي هو الطالب اللي هو بمحاسبة المفسدين أحيانا لا تجرأ، لأنه ممكن اللي هو تعتقل لأنه تجرم، وهذا مشكلة في حد ذاته. لذلك يعني لازم وضع القوانين وتفعيلها، وهذا بتكون اللي هو طبعا الإرادة العليا لازم تكون موجودة، ويكون طبعا الشعب اللي هو عندما ينتخب ناس اللي هو يعني يمثلون حقيقة، وعندما تكون بعد الجهات التنفيذية من الناس الصلحاء طبعا، وهذا اللي دخل طبعا في الموضوع النيابي. الشق الثاني نسيت حقيقته، لو بس مفهوم توضيح مفهوم العمل البلدي والمجلس البلدي. المجلس البلدي طبعا كاهو معروف هو خدماتي في نقطة أساسية هنا. إذا نلاحظ أن النيابيين أو المجلس النيابي اشتغل معظمهم اللي هو كنواب خدميين، هذا التعبير عادة له يقال. لماذا؟ يعني الواحد سائل ليش يعني؟ من ضمن الأشياء لأن هذا يمس حياة المواطنين مباشرة، يعني إذا واحد ينتظر إسكان خلنا نقول اللي هو سنين طويلة، وأنت طبعا سعيت في اللي هو أن يجد هذا المواطن اللي هو بيت إسكان، طبعا راح اللي هو بحس اللي هو هذا قريب له وحس يمس حياته الأساسية. لذلك اللي هو المفهوم البلدي له يعني عميق جدا ومس حياة المواطنين. وأنا في اعتقادي يسمحون لي أخواني النيابيين اعتقادي اللي هو أن كثير من المواطنين يشعرون بال يعني إذا يعني الخدمات البلدية أنجزت على اللي هو مستوى عالي يشعرون بأهميتها وأهمية العضو البلدي يمكن أكثر من نيابي، لأن المجلس النيابي هو رقابي وتشريعي، وناس كثيرين طبعا يقول لك اوه يعني هالقانون متى يفعل هالقانون متى نراه على ارض الواقع، ولكن الموضوع الخدمي ما بلغت شارع ما سوى حديقه والناس يعني فعلا له محتاجين لهذا الشيء ويلمسونه، يعني مثل ما نقول هاي تنجبل يعني تقدر له اكو شيء ملموس يعني يحسون به، وهذا طبعا اللي هو يمس حياه المواطنين الاساسيه. ولذلك احنا نطالب الارتقاء بهذا الموضوع. وأنا تكلمت في ورقتي والساد اللي هو أبو هادي طبعا يتكلم أن العضو البلدي يجب أن يكون ملم جدا بواقع اللي هو دائرته، مثل ما يقولون المصريين أخوانا حتى حتى شارع شارع حارة حارة زنقة زنقة بعد نقولها، يعني المفروض اللي هو يعرف هالشيء على أساس لو يسهم في تطويرها. نعم بيت بيت مثل ما قال اللي هو السيد دعمي. شكرا جزيلا. الشكر الجزيل للدكتور على توضيحه. المداخلة التالية للأستاذ حسين الصغير. إن شاء الله الميكروفونات لا ممكن. في بيجيبونه. بس أستاذ حسين قوي صوته. جبوه. بعد على حاجة. ممكن أضيف حاجة. تفضل. لا ممكن أضيف حاجة. كذلك اللي هو من ضمن الأدوار ترى البلدية هو حتى التثقيفية، تثقيف الأشخاص، يعني أنت كممثل بلدي تحتاج اللي هو
ليس المواطنين يكونوا على يعني مستوى اللي هو واحد من اللي هو الثقافة والإلمام بالعمل البلدي. لا دعني يعني أورد مثال. في أحد الأيام عندما كان في الفترة البسيطة اللي كنت فيها اللي هو ممثل بلدي، كنت أسير له في بعض المناطق في قرية الدير، وكان أحد الأخوان يعني حسيت اللي هو بيسألني، وقفت عنده قلت له إيش عندك مشكلة؟ قال والله هذا عندي أرضي هنا موجودة، أنا عندي مشكلة. قلت له شنو المشكلة؟ اللي يقول والله هذا أنا طبعا أكيد راح يضعون اللي هو جنب أرضي اللي هو يا مسار للكهرباء أو للماء، أنا ما أبغى هذا بالمرة يحطونه. قلت له عفوا يعني إذا أنت ما يعني هذا قانون يسر عليك يسر على يعني الصغير والكبير، هذا هل هو في أرضه؟ قال لي طبعا لا. قلت يا أخي اللي هو يسمونه ما عليه، إذا يعني ما عملوا هالشي شلون مشون لك اللي هو الماء والكهرباء؟ يعني بعد شوية حاول اللي هو يفهم هالموضوع، هذا هو مو يعني مستهدف كشخص مستهدف، ولكن هاي كنظام ويجب أن يتم. لذلك وفي أمور كثيرة أمثلة يعني، لذلك اللي هو حتى يعني الممثل البلدي مو عادة دائما اللي هو يطالب خلنا نقول بالأشياء الصعبة أو يعجز الدولة، لا أحيانا يكون شريك لها ووضح الأمور. بعد كمثال سريعا يعني أتذكر عندما زار له وزير كان الأشغال ذاك الوقت، الحين صار وزير الأشغال والبلديات اللي هو المهندس عصام خلف، كان في منطقتنا كان العمل المجاري، وكان حقيقة يشتغلون يعني كل واحد يتابعهم بشكل حثيث يعني يشتغلون بجد والأمور تنجز. وشكرته قال لي غريبة يعني في ناس اللي هو ما يشكرون وكذا. قلت بالعكس احنا اذا نشوف شيء عدل والامور ماشيه بالعكس احنا نشكر ما في اي شيء يعني. ويعني لذلك هي توز يعني قضيه اللي هو تخدم المواطنين في نفس الوقت هو تخدم الدوله اذا ما تمت على اسس سليمه. وشكرا. شكرا دكتور محمد عباس. المداخله للاستاذ حسين الصبي، تفضل. انا ببتدي من الاجابه على سؤال محاربه الفساد. أفضل وسيلة لمحاربة الفساد هي تمكين الإرادة الشعبية في صنع القرار. إذا في إرادة شعبية ركيبة على الجهاز التنفيذي في صنع القرار بتكون هي أفضل وسيلة لمحاربة الفساد. نقطة نهاية الصلاة. هذه تجربتنا في العمل البلدي من الممكن ومن السهولة لأي فرد في المجتمع يقدر يقيم. يقدر يروح للمشاريع اللي انجزت في الشؤون الخدمية في القرى اللي فاتها 40 سنة منسية واليوم فيها طوب وفيها أرصفة نوعا ما 10% وانجز. هذا بفضل يوم وصلت الإرادة الشعبية ممثلي الناس إلى صنع القرار. صحيح. هم اللي يقررون شؤون قريتهم، هم اللي يقررون شؤون منطقتهم. فيفترض ان الدول اللي تبقى ترتقي تنظر اين انت وتنظر الى التجارب الارقى منها عشان تقفز. صحيح. الى الامام وليس التراجع. كانت عندنا خطوة بلدية رائدة المفروض نقفز افضل منها الى الامام وتطلع الى التجارب الافضل كتجربة ماليزيا، تجربة تركيا، تجارب كثيرة في العمل البلدي رائدة. صح. في صنع القرار. فلا يعني ليؤسف ويحزن إلى البلد أن تنتكس وفي تراجع فظيع في تمكين الإرادة الشعبية. وجميع الوزارات والدوائر الخدمية يشعرون بالتغير عقب 2001 2002، يشعرون بالتغير. كثير من الحدائق، كثير من الأمور لولا وجود الممثل للناس داخل المجالس البلدية لما تمت. صحيح. لكن وتقييمهم من هالناحية وهي باختصار. أحسن. شكرا. شكرا أستاذ حسن حسين الصبير. تفضل أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. سبب عليك بلد لا تشتغل. رفعها. السلام عليكم جميعا. شوف الحبل كمان رفع الحبل الحين. شباب السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله.
أنا طبعا أعتذر لأني حضرت متأخر، ما أدري يعني تعرضت من خلال نقاشكم لهذه النقطة، يعني من خلال وجودنا في المجلس البلدي، يعني أنا شخصيا لمدة دورتين دائما يعني ما أواجه بهذا الأمر ويثار في الصحافة بعض الأحيان، أنتم تخلطون العمل البلدي بالعمل السياسي دائما، هذا يوجه لنا في أكثر من محفل وفي أكثر من نقاط. أنا أعتقد من يطرح هذا السؤال وهذا التساؤل يراد للأعضاء بأن يعني ينفوا من إنسانيتهم بالمرة. أنا مواطن قبل أن أكون عضو بلدي، فمن حقي المشاركة في الأمور السياسية فيما يعني البلد، هذا من حقي قبل أن أكون عضو مجلس بلدي كنت مواطن. أنا أعتقد هذا خط في المفاهيم، والآن يخلط العمل السياسي بلون فاقع جدا، وأي مراقب يقدر يشوف، وأنا أتكلم عن أحداث وأرقام. كان الأستاذ مجيد ميلاد فرج الله عنه دائما يعني هذه علامة الاستفهام تثار عليه، لأنه يخلط العمل البلدي بالعمل السياسي. أنا أتحدى أي شخص سواء في المجالس المجلس البلدي الشمالي اللي كنا فيه أو في مجلس العاصمة أو الإخوان في الوسط، أنا أتحدى أي شخص وأي متابع وأي صحفي في إحدى جلسات المجلس أو في اتخاذ قرار معين بأن خلطنا العمل البلدي بالعمل السياسي. إلغاء مجلس العاصمة هو عمل يراد له أن يخلق بالسياسة بالبلدي، لم تكن الخطوة بريئة. للأسف أمامنا يومية أحداث، إذا تتذكرون يا أخوان اسمحوا لي على الإطالة، عندما ذكر أحد الأعضاء يقولون شلون أقلتون دكتور محمد عباس، فقال جاءنا اتصال. هذا طبعا ليس خلط العمل البلدي بالعمل السياسي. شلون أقلتون الإخوان في الوسطى وبدون وجهة ومخالفة للقانون، مخالفة صريحة وواضحة للقانون، صحيح ولا لا؟ هذا ليس خلطا للعمل السياسي بالبلد. شلون تطلعون في الصحف وتحطون بيانات استنكار وبيانات تأييد وبيانات حضور العرض الفلانية بمناسبة الفهاي، كله لا يوجد خلط للعمل البلدي بالسياسة. أنا أعتقد هذا يعني معذرة يراد أن يعني يدغدغون عقول الناس بهذا الأمر وبهذه بهذا الأمر، حتى يقولون بأن النواب الوفاق لين جو وخرب أو جو وسوى أو جو خرب. أنا أعتقد الموضوع لا ينطلي على أحد، والموضوع مفهوم يراد مثل ما قالوا الإخوان للإرادة الشعبية أن تتراجع، اختيارات الناس مرفوضة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تفضل. صادق العبدالوهاب تفضل. ختام الندوة نحب ننتقل من الماضي إلى المستقبل، نسمع آراء الإخوان واستشراقاتهم بعد ما الله يفرج عنا إن شاء الله وتنتهي هذه الأزمة. ما هي طموحاتهم في عمل بلدي جديد إن شاء الله في هذا البلد؟ شكرا. بلستان. ما هي الطموحات؟ بعد إذا في أحد يسأل مرة واحدة بس بجاوب على الدكتور بعدين. يعني عشان علشان مرة واحدة نختم مرة واحدة. يعني أنا يمكن أبدأ من الأخ صادق. نحن في ظل تراجع كما تفضل الأخوين يعني في ورقتهما فيما يتعلق بالإرادة الشعبية، قطاع
اتصور ان تراجع الاراده الشعبيه واضح على كل صف بدءا بالسلطه التشريعيه على مستوى الاختصاصات وعلى مستوى الافراد اهليه الافراد في السلطه التشريعيه مرورا بمؤسسات المجتمع المدني والتي حولت الى مؤسسات الجمهور يسمونها يعني مؤسسات صورية وشكلية ولاحقهم يعني يمكن بداية 2002 بحيث لم تأتي 2006 إلا بلغت الجمعيات هذه تقريبا في حدود 480 جمعية صحيح فيها الكثير يمكن قائم على أساس المنافسة والزهو والتماهي معه وواقع ولكن هذا لا ينفي أن هناك حراك ثقافي واجتماعي وفني وإعلامي وسياسي في تلك الفترة حركت مسارات ومشاعر ومن ضمن يعني هذه المؤسسات كانت مؤسسات المجالس المهنية الأخوة أتفق تماما مع كلامهم بخصوص محدودية الصلاحيات في اختصاصات حسب قانون 35 قانون الإعلامي. نتكلم عن واقع ممارس كنا والإنجازات اللي حدثت مو لأنها اختصاصات منقوصة أو كاملة هي أكثر أتت بجهود فردية جهود الأفراد تفاني الأفراد مؤهلات الأفراد على رغم غياب التجربة خصوصا مع البداية 2002 وتنظيم الأفراد من خلال مؤسسة مثل الوفاق بالذات كانت في كتلة بلدية منتظمة في اجتماعاتها في طروحاتها في مرياتها التصاقها المباشر بالناس واستماعها إلى الناس مقترحات كانت مفيدة من الناس كثيرة الصراحة اللجان الشعبية تفضل عنها الإنجازات اللي حدثت لم تكن هي إنجاز دولة أو حكومة ساعدت على هذا الإنجاز والدليل انك انت كعضو بلدي تفتقر الى موظف تحت يدك يكتب لك رساله اختصاصي مستشار قانوني مستشار فني هندسي اعلامي ما اكو والاخوه يعلمون في المنامه انت مقصر الهيكل الوظيفي اللي قدمناه نحتاج اقل شيء كمجلس بلدي نحتاج 30 موظف يغطي احتياجات 8 دوائر عندنا كنا وبعدها صارت 9 دوائر وغيرها 10 دوائر مثل ما كانت الشمالية وترتبت 12 دائرة وإحنا كنا بعد تشاور مع كل المجالس على فكرة يعني هذا مو بس عمل وفاقي كان كل المجالس عندنا الوسطى والجنوبية والشمالية والعاصمة كلها اتفقت على تطوير الهيكل الإداري ولكن الأحياء المتناهية كنت أنت سكرتير وانت المهندس وانت القانوني وانت المشرع وانت السائق وانت الكولي وانت كل شيء وبرغم ذلك صارت انجازات لا ميزانيات تسعف لا اختصاصات تسعف لا هيكل اداري يسعف في التجربه لكن اصرار الناس ممثلين الناس تحدي هذا التحدي قبل وانجزنا فيه أتصور خصوصاً بعد أحداث 2011 الانتكاسة أصبحت انتكاسة كبرى على جميع الصورة السياسية، التشريعية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية هذا كلنا لازم في هذا الواقع قبل يومين ثلاثة تم إقرار مرسوم بالموافقة على المخطط الاستراتيجي الهيكلي هذا من أخطر الأمور اللي حدثت والناس طبعاً في غفلة وكل الأخوان اللي راحوا صر غفور اللي راحوا مدينة العين راحوا دبي راحوا تركيا راحوا إيران راحوا تجارب راقية في العمل البلدي إن مخطط الاستراتيجي عادة يقر بقانون في البرلمان مو بإرادة منفردة أو بمرسوم خط استراتيجي يعني مستقبل المناطق السكنية التجارية
مناطق الاستثمار، مناطق الخدمات، الطرق، المجاري، الجزر، هذا كله الحزام الأخضر اللي هو كان آلاف الهكتارات صار مئات بل أقل عشرات الهكتارات. طبعا هذه كلها لها أبعاد سياسية، كلها لها أبعاد سياسية. فأتصور أن الانتكاسة يعني ما يمكن، أنا في تصوري وهذا يمكن أتكلم من منطق تجربة وليس منطق مثاليات ولا نظريات، يعني الرقي بالعمل البلدي للأسف الذي انتكس هذه الانتكاسة، يعني تتكلم عن تجربة تقريبا 12 سنة أسست لعمل واحد، العمل البلدي على مستوى الخليج على مستوى الوطن العربي، تركيا وإيران وسنغافورة ودول متقدمة على بسنين ضوئية، ولكن على مستوى العالم العربي هذا الجهود المنظمة من خلال أفراد، من خلال أعضاء، من خلال يعني النفاق وبعض الأخوة في الجمعيات السياسية الأخرى سواء في الأصالة أو كانوا في المنبر، أعتقد كان عمل يعني تراكمي واحد يتطور، لكن جوبه كما تفضلتم القرار السياسي الذي سحب الصلاحيات وشتت الأولويات للأسف. يعني أنا أتصور في النتيجة بأنه لا يمكن الرقي بالعمل البلدي في ظل انتكاسة عمل التشريع والرقابة على مستوى السلطة التشريعية. وتفضلتم أن القانون للوفاق قدمت لكم مقترح تطوير قانون 35 اللي هو يتكلم عن اختصاصات العمل البلدي او المجالس البلديه، تم اعاقته ونحن في المجلس. انا كنت في لجنه المرافق العامه وكان من اختصاصه والعمل البلدي، فالقانون كان عندنا، واول معوقين كان كعبي وزير بلديات السابق كان رافض التعديلات. الاخوه اللي كانوا ويانا من طرف اطراف اخرى مستقلين او غير مستقلين كانوا بعد حجر عثر في القبول بتطوير صلاحيات. طبعا جت احداث 2011 فقبر المشروع وتم بس قبر الصلاحيات التطوير، لا راحوا الى مجلس العاصمه اللي هو من اهم المجالس وتم سحب صلاحيته وتحويله الى امانه عامه. وفي ما تفضل احنا الامانه العامه اول تجربه رحنا في الاردن سنه 2002 صار عندنا مؤتمر في اليونسكو عن الطفوله في الاردن. انا شخصيا التقيت بالامين عمان، أمين عمان كأنه يا أخي رئيس وزراء. الآن إحنا أمين العاصمة منو يعرفه؟ منو يعرفه؟ مع احترامي له أعضاء الأمانة تسألهم من هؤلاء ما حد يعرفهم، لا في مناطقهم ولا في العاصمة يعرفونهم. ذاك عنده صلاحيات رئيس وزراء، أسطول سيارات، أسطول قرارات، رجل دولة تحسه. أنت لو بتحول يعني تحولها أمانة ما لها صلاحية. والآن لا الناس تدري عنها، لا أثر لها في الخدمات، لا لها أثر في الوزارات، فضل عن باقي المجالس. أنا أعتقد في النهاية أنه لا يمكن تطوير العمل البلدي ما لم يتم فعلا وجود تمثيل حقيقي للناس، يعزز الإرادة الشعبية، وجود مجلس كامل الصلاحية التشريعية الرقابية نيابي، ولا يعاق بمجلس معين ولا يعاق بحكومة بقرارات حكومية أخرى. حكومة تمثل إرادة الشعبية، مؤسسات مجتمع مدني نشطة، إضافة يساوقها وجود مجالس بلدية منتخبة تمثل إرادة الشعبية، وجود إعلام حر نزيه، وجود حرية تجمع، حرية تعبير. ما لم تكن تتكامل هذه الصورة أنا أقول لا العمل البلدي ولا مؤسسات المجتمع المدني ولا مجلس النيابي ولا الحكومة ولا ولا. والسلام عليكم. شكر جزيل لسيد جميل كاظم رئيس شورى الوفاق. أعتقد الأستاذ حاب يرد على هذا. تفضلوا بالأخوان سيد حسين الصغير وسعد الغني سيد جميل. هو يعني ما راح بعيد عن أجواء اللي احنا تفضلنا بها، بس أنا دكتور صادق شوي طلع إلى المستقبل، فأنا بشير إلى نقطتين في هذا الاتجاه. النقطة الأولية أنا أتمنى أن يكون الفرج
عندنا هنا قريب، وأتصور أن هذه الانفراجة ستفتح أفق على كل المجالات ومن ضمنها المجال الخدمي البلدي. النقطة الثانية في الأفق النظرة المستقبلية في مناطقنا، أنا أأمل أنه يعني يصير حس توعوي إلى موضوع الخدمات، معنى أن هذه منطقتهم لابد أن يهتمون بتحسين هاي المنطقة بأي شكل وبأي قدر متاح إليهم من خلال لجان أو تسميات ثانية موجودة، نماذج ما نقول هي قطعة بس تحتاج إلى تطوير وتنمية. السعودية على اللي موجود فيها عندهم مراكز حضرية بعد ولها جهد يعني لا بأس، حتى يعني استطاعوا فعلا يكون لهم تأثير بالرغم أنهم مي رسمية مباشرة يعني. فإحنا عشان إحنا ما دائما نعول على الانفراجة وإن شاء الله تكون قريبة، لكن على الأقل نعول على الناس أن يدفعون بالأمور الخدمية ويقومون بها وينظمون جهودهم في هذا الاتجاه. وشكرا جزيلا. الشكر للإخوان. أنا متفائل إن شاء الله. هو موضوع البحرين يعني متشابك جدا، الموضوع الخدمي لا ينفصل عن النيابي. المطلوب هو إعطاء الصلاحيات الحقيقية. إحنا نتحدث عن ديمقراطية، والديمقراطية اللي هو إحنا عندنا اللي هو الشقين اللي هو المجلس النيابي والمجالس البلدية، يجب أن تعطى هذه الصلاحيات. وطبعا إذا كانت صلاحيات منقوصة سنراوح اللي هو مكاننا وتتم اللي هو الإخفاقات اللي هو ستتواصل، ولكن حتى اللي هو البحرين اللي هو تنقذ من هذا المأزق اللي احنا فيه يجب أن ينظر لهذا الشعب. حقيقة شعب البحرين يعني من أرقى الشعوب ومن أطيب الشعوب، مسالم، وهو يطالب ليس مطالب اللي هو التعجيزية، حقوق بسيطة يفترض أن تكون بسيطة. احنا نتحدث اللي هو عن مملكة دستورية، والمملكة الدستورية يعني لها مقومات أساسية حتى نتكلم عن مملكة دستورية، يكون في تمثيل للإرادة الشعبية وتمكن الإرادة الشعبية، ويكرم يفترض المصلحون، يكرم النشطاء العاملين مثل الله يفرج عنا الأستاذ مجيد ميلاد. يعني هذا إنسان يعني ما كنت حقيقة أنا شخصيا ما كنت أعرفه قبل 2010 يعني كشخصيا، ولكن عندما عملت معه عرفت له كيف يعمل وكيف يفكر. وطبعا هو يعني همه الوطن، وفعلا هالكلمة حقيقية يعني أقولها وأنا صادق. احنا في مؤخرا اللي هو قرأنا ونعرف اللي هو وصل اللي هو الى منصب عمدة لندن هو صادق خان، وطبعا مو على اساس اللي هو اي شيء اخر، ضربوا بقضية اللي هو العرق وكذا، اهم شيء الكفاءة. احنا ننظر للكفاءة، يفترض ان ينظر للكفاءة ويكرم هالاشخاص مثل الاستاذ مجيد، يعني من الناس الكفؤين جدا. وان شاء الله نأمل أن طبعا تنفرج هذه الغمة إن شاء الله، وتسير البحرين في ركب اللهوة التطور إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام ندوتنا لهذه الليلة المتعلقة بالإرادة الشعبية في الانتخابات البلدية، لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور محمد عباس العضو البلدي المقال عن الدائرة السادسة لمحافظة المحرق، والأستاذ محمد عبد الله منصور نائب رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة، ولكم أيها الأخوة الحضور سابقا. الشكر الجزيل للجميع. شكرا جزيلا.